مع غزارة هطول الأمطار التي ضربت مناطق مختلفة بالكويت وأدت إلى إلحاق الضرر بالعديد من المرافق العامة والتي امتدت لتطال 15 جمعية تعاونية. من ضمن الحلول اللي هي وجود تسهيلات من قبل الوزارة على عملية الصرف المخصصات المالية اللازمة نحو ترميم وتعديل الأضرار الموجودة في الجمعيات التعاونية. اتفقنا أن هناك تكون لجنة وهي أوريدي موجودة ولجنة رئيسية موجودة للتفتيش على المنشآت التعاونية لتقييم الأضرار. قطاع التعاوني في وزارة الشؤون ومنذ تلقيه المعلومات الأولية عن تأثر بعض الجمعيات بسوء الأحوال الجوية ينسق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجهات الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء للإطلاع على آخر تطورات الأوضاع في تلك الجمعيات. الأضرار الحمد لله ما هي جسيمة، والأمطار كانت وايد قوية وما كانت في الحسبان، وإحنا كمجلس إدارة اتخذنا الإجراءات اللي تحد من هذه الأضرار. عندنا بعض الأمور خاطبنا فيها الشركات لمتابعة أعمال الصيانة، عندنا بعض الأسطح اللي صار فيها خرير. الخسائر إن إحنا إن الكابل الكهرباء فصل، وهذا النزفات ما اشتغلت بحيث ما فيها كهرباء، وعندنا جنريتر والجنريتر كان في السرداب، وكذلك غرفة الكهرباء في السرداب، وهذا أمر خطر إن غرفة الكهرباء المفروض تكون فوق، يعني ما تكون تحت في السرداب، ولكن هذا تصميم قديم، وإن شاء الله إحنا طلبنا إن نقله وبعد موافقة الوزارة بإذن الله وإن شاء الله خير. بالنسبة حق الخسائر إن السوق المركزي تسكر، إن ما في ليتات، ما في كهرباء، ما في شيء، هذا بحد ذاته خسائر يومية. إجراءات وحلول استباقية للتصدي للكوارث الطبيعية التي من شأنها أن تلحق الضرر المادي والخسائر، فالكل يدا واحدة للاستجابة لمصلحة الوطن بالتكاتف ومخاطبة جميع الجهات الأمنية وإدارات الطوارئ. عايشة المديني، تلفزيون دولة الكويت.